يقول: هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن؟ عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وبقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الأحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة، ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين، وهو قول المصلي: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعذاب القبر في الأصل على الروح، وربما تتصل بالبدن أحيانا، ولا سيما حين السؤال سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه، فإن روحه تعاد إلى جسده، لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا. ويسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه، فإذا كان كافرا أو منافقا قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق.